عن جد كانت جاي هي وجوزف سيارة هاندا. لقيتي هوني عجل شوي رح تتأخر. ساعة 5:30 كيف ينتير. أخي تشاترجي لسه ما أجا وقت الوالي لسه مطولة كتير. شوق وإنه الهوى زمنا. أنا تعرف كل حاجة لطيفة. خليكي لطيفة وموظف صغير. بتاعة المصريين كتير. أمي كيفة؟ كيفة؟ أنت كيفة؟ تعالي لي يا ياسمين يا حبيبتي. يا عيني يا عيني. مو أكبر دينا ده آخر يوم في حياتي. أنا هنا. أنا بقى ونعم بالله دكتور عبد المعز كان عنده. نحتفل اليوم عيد. تذكر وما تنسى. شكرا إليك. شكرا. شو أنا ثيابك؟ مو على أساس عندك مقابلة؟ طيب هاي تذكر اسمي. قصدك الغرفة. ها ها. باي ما بابا. باي باي. هو فين؟ راح فين؟ هو مين؟ الإنسان القفش اللي اسمه سمسم. ما شفناهوش. ما جاش هنا. ايه التفتيش ده كله؟ انت بتشك فيا. التي أعطاها لها المستهلك. تيبروست الخلطة السرية. ألو ريت. صباح وتي الناس لعندي كل واحد حسب طلبه. عبكير يعني 3:30. مليان دي عالي. إذا أنا جايبها لك أنت مخصوص. لو عجبتك أنا ممكن أجيب لك بقى زي. يب علي يا إيحة. ليه يب معلم مجد. يعني ليش نحن عم ننزل أسعارنا؟ ما كأنك نسيت اني ابو ادي البني. انت عم بصيت لنا على طول ليه فيها متشكل؟ الموضوع كبير كبير. شكرين انون. ايه براء ماشي. يا رب طب عندك فين يا استاذ؟ ليه؟ سيدة جزمة وشة يا حيوانة. بلي بقول لك غني حاجة فيها. My family. Family. 10 مليون جنيه. عم قول انه مرتي يا شو كنت عم تقول؟ مالتي مثل ما بيرجف بدن قلبي بيصير بيعمل تيب هم يا اسمع شو بدي اقول لك هلا وكل شي فيه. سمعت؟ لعلمك الدرس وورجيك الفرق بين شو بدا ممكن يعمل ايه. هشد هشد اهو مك يا عم افتحها بس وانت تدعي. هو سكاني على باب يا مي. نسيتي انك عطيتي مشكلة كبيرة. شكرا شعري لحتى تقولي لي شكرا. يعني الراجل ما خلي الامر ويصمم يطلع مدير. اجيت بوقتك يا اخي. شو شو ايه هي عم تشتغل بالحرام. لا بابا حلقك ملتهب وما رح